مصر استقبلت في الساعات الأخيرة رئيس الجزائر. إيه سر التوقيت وإيه الملفات اللي بحثها السيسي مع الرئيس الضيف؟ وإيه حكاية 5000 شركة مصرية اللي هتشتغل في بلد المليون شهيد؟ خليكم معانا للآخر وهتعرفوا كل التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. التاريخ بيقول ان مصر والجزائر بينهم علاقات دبلوماسيه وشعبيه خاصه جدا. مصر اتحملت العدوان الثلاثي علشان دعمها لتحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي، كانت ظهر قوي ليها حتى بعد التحرير، والجزائر عمرها ما نسيت ده، وعشان كده تلاقي مصر مكانه خاصه في قلب كل جزائري. لكن العلاقات الاقتصاديه كانتش على نفس مستوى العلاقات التاريخيه بين البلدين، وعشان كده زيارة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الأخيرة لمصر جت تصحح الخطأ ده، تفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادية بين البلدين. لو ما تعرفش، الجزائر بلد غني بموارد طبيعية، منها الغاز والبترول اللي بتعتبر من الدول الكبرى في انتاجه، وغير حاجات كتير ممكن تكون نقطة انطلاق للتعاون مع مصر، خاصة ان الجزائر بتشهد دلوقتي نهضة كبيرة في مجالات كتير، والشركات المصرية قدامها فرصة تاريخية علشان تشتغل في السوق الجزائري. بعد مباحثات الرئيس السيسي مع الضيف والجزائري، اتفقوا على عقد اللجنة المشتركة التاسعة مع الجزائر في القاهرة في أقرب وقت لبحث موضوعات جديدة للتعاون بين البلدين، وخاصة أن في فرص كبيرة سواء في الاستثمار أو المشروعات. في 5000 شركة مصرية تقدر تشتغل في مختلف المجالات في الجزائر، وتم مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر. وعلى صعيد الأرقام، بتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التعاون التجاري والطاقة والاستثمارات والزراعة اللي عقدت فيها الدولتين اتفاقيات اقتصادية ثنائية مشتركة. وشهدت التجارة الثنائية بين مصر والجزائر نمو ثابت في السنين الأخيرة، سجل التبادل التجاري 1,200,000,000 دولار لعام 2023 بزيادة بلغت 15% مقارنة بمليار دولار في عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات المصرية للجزائر 850 مليون دولار لعام 2023 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من الجزائر حوالي 400 مليون دولار لعام 2023. ومن أبرز الواردات المصرية من الجزائر الغاز الطبيعي اللي بتستخدمه مصر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، المواد البترولية المكررة زي الوقود والزيوت الصناعية والتمور، فجزائر من أكبر منتجي التمور في العالم. الزيارة ركزت أكتر على التعاون مع الجزائر في قطاع الطاقة، ومصر بتسعى للاستفادة من صادرات الغاز الجزائري لتلبية الطلب المحلي، بينما تسعى الشركات المصرية للعمل على مشاريع تنموية في قطاع البترول الجزائري. وحسب بيانات وزارة الطاقة الجزائرية، مصر تعتبر شريك رئيسي في عدة مشاريع، وبتستورد من الجزائر كمية من الغاز الطبيعي بقيمة تبلغ 200 مليون دولار سنويا. وفي قطاع الصناعة، بتستثمر الشركات المصرية بشكل ملحوظ في السوق الجزائري، خاصة في قطاع مواد البناء زي الأسمنت والحديد، وشركة المقاولين العرب المصرية على سبيل المثال ليها مشاريع ضخمة في الجزائر بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. كمان الشركات المصرية في قطاع الأدوية والمنتجات الكيميائية ليها استثمارات كبيرة في الجزائر. أنا أشرفة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.